وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي أطلقها رئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربيين، تم افتتاح المركز النموذجي لتجمع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، حيث يبدأ التشغيل التجريبي على مساحة 300 متر بتكلفة 7.5 مليون جنيه. نتابع. المركز النموذجي لتجميع الألبان بمحطة الميكنة الزراعية بإطسا إحدى ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الفيوم، يبدأ التشغيل التجريبي على مساحة 300 متر مربع بتكلفة بلغت 7.5 مليون جنيه. المشروع فكرته ده من حياة كريمة اللي أشار بها سعادة الرئيس والصغار المربيين، والمركز ساعته تشيل 16 طن يوميا وثلاث تنكات. المشروع كله مكلف حوالي 7.5 مليون. الهدف من المشروع خدمة صغار المربيين ان احنا نوصل لمنتج آمن وعالي الجودة. القرى التي تشملها المبادرة في المحافظة تسلمت الدفعة الثانية من المعدات الزراعية امتدادا للدفعة الأولى التي تم تسليمها منذ 8 أشهر، واستفاد منها 124 ألف مزارع. المعدات اللي تم توريدها للمشروع كان متقسمة لمرحلتين، المرحلة الأولى أكثر من 300 معدة وجرار، والمرحلة الثانية ما يقرب من 98 معد. المرحلة الأولى تم توزيعها قبل كده على جمعيات ومحطات الفيوم وبرضو جمعيات ومحطات في المنيا. المرحلة الثانية لسه هيبتدي توزيعها بعد عمل الدورات التدريبية للسائقين وللعاملين على المعدات اللي جت. محطة الزراعة الآلية بإطسا واحدة من مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا، يسهم في زيادة الاستدامة ودعم وتعزيز الميكنة الزراعية بالمحافظتين. أما عن مركز التكنولوجي لتجميع الألبان، يأتي ضمن 152 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية تعمل لحفظها بشكل آمن، بالإضافة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل صغار مربي الماشية المنتجة للألبان ومساعدتهم على تسويقها لتعود بالنفع عليهم.